عين عليك يا ابو السيد في البدله، بدر منور. صحيح القالب غالب. ميشو الحمد لله على السلامة يا حبيبي. سيد الف حمد لله. الله يسلمك. على السلامة. ايه ده؟ ايش شياكه دي يا عم؟ بجد حلوة؟ حلوة قوي قوي قوي. انت هتتجوز ولا ايه؟ يوم الخميس ان شاء الله. الف مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك. سيد مش محتاج اي حاجة؟ لا كله تمام الحمد لله. انت هتتكسف مني، ده انا ابنك. يا ده اتكسف منك انت يا ميشو، شايلك العوزة. طب قول لي العروسه المره دي ايه نظامها؟ لا حلو حلو قوي 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 قوي، وفوق ده كله نايمه على شويه رزم حلوين قوي قوي قوي. قول لي عملت ايه في المصلحه بتاعتك؟ عيب يا سيد، ما انت عارف. يلا مش عايز حاجه؟ لا بس هتحضر الفرح اوعى تنسى. حصل ظروفي بقى. ايه حصل ظروفك دي؟ لا لازم تحضر. ال انزل يا جميل على الساحة وانا بدلك وانتك هاك هاك. ايه ده؟ مين اللي علق الصورة دي؟ ومين اللي عمل فيهم كده؟ شيكو مدريد. شيكو مدريد وخطفني بطريقه مهينه من وسط الشارع واجبرني اني اصور مع ان الدستور وحقوق الانسان تمنع الاجبار. ومش كده وبس يا ميشو اخويا، لا ده جالي المدرسه وبكل بجاح هددني تهديد صريح اني اعلق الصور دي في اوضتك، يا اما يعلقها هو في المدرسه. وكمان طلب مني 30,000 جنيه اللي دفعهم في عيد المعلم الششتاوي، وقال لي اني ما اسويش ثلاث ابيض. وانت عملت ايه؟ علقت الصور بس من غصب عني والله العظيم يا ميشو اخويا، ومع اني بكره العنف بس انت لازم بقى تاخد حقنا منه بقى يا ميشو، وبعد كده بقى توب. وانتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ بتتفرجوا؟ ما انت عارف الكترة تغلب الشجاعه، وكمان الخطه كانت باللغه العربيه، فهمناها بعد ما اتقفشنا. ماشي يا شيكو ماشي، واضح ان غياب يومين خلاك تنسى، يبقى لازم افكرك. في ايه يا حضرة الضابط خير؟ في المشهور سيد حسان الشهير بيمشوا الحاوي. برضه مش ناوي تعترف؟ اعترف بيها فؤاد باشا. فيلة المانيل وعمارة الزمالك، ايه الحاجة تنسى؟ يا باشا صدقني انا معرفش سيادتك بتتكلم عن ايه. عموما القضايا عندنا كتير وكلها ضد مجهول. تقريبا كده انا خلاص لقيت المجهول. فؤاد باشا، هو ليه سيادتك حاططني في دماغك او كده؟ في الواد دحروج اللي انت هربته. يا باشا انا لا هربت حد ولا اعرف اي حاجه، ومين دحروج ده؟ ماشي انا هخليك تعترف بمزاجك. تاخدوا الواد ده وتطبقوا بصماته بكل القضايا اللي اتحفظت عندنا. امرك يا باشا. انا بشتغل في الواد ده. يا باشا انا هفضل محجوز هنا كده لحد ما يراجعوا كل القضايا دي. حظك بقى. وبعدين شغل المباحث الجنائيه عندنا دقيق وبياخد وقته. بس سيادتك عارف ومتاكد اني ماليش دعوه باي قضيه من القضايا دي. خلاص اعترف. خدوه قدامي. انت بس ايه اللي مزعلك دلوقتي؟ كل حاجة يا عمي كل حاجة. عاجبك يعني تهديد شيكو ليا، ولا قسوة قلب لمياء حبيبتي عليا، ولا اخويا ميشو؟ اخويا ميشو اللي نفسي ومنى عيني ان يبقى كويس علشان ما يجيش البوليس ياخده من وسطنا واحنا واقفين نتفرج، ولا ابوك اللي بيتجوز ولا على باله اي حاجة؟ بس ولا يهمك، كل حاجة وليها حل.
لمياء حبيبتك يا سيدي هدي زعلها شويتين وخلاص، واذا زاد الزعل حبيتين نبقى اروح انا اصالحها واروس لك ودنها. وبالنسبه لميشو بقى ما تقلقش، زي كل مره هيسالوه سؤالين ويسيبوه. طب وشيكو زفت مدريد ده يا عم، ده انا خايف اروح المدرسه لحسن الاقي صورتي متعلقه، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ما تخافش، وحتى لو علقه واجه. النهارده فرحي يا جدعان، انس عاوز كله يبقى تفاطين النهارده. واركب الحنطو واتحنطو. مالك يا بابا؟ واركب الحنطو واقعد قدام. مالك يا بابا؟ واتحنطر هتجوز حاجة. بقول لكم ايه، دخلتي ليله الخميس والعروسه جايه بكره عشان تتعرف عليكم، عاوزكم بقى تنضفوا، كل واحد يخش الحمام يفضل يليف في نفسه قد يوم كامل، فاهمين؟ استعدوا يلا. هتجوز هتجوز واركب الحنطور. سنة يا سيد قبل الحنطور. سيد سيد قول لي وامسيس في ايه؟ قول لي شيكو مدريد ده اللي بيهدد فطين وعايز ال 30,000 جنيه بتوعه، هتعمل معاه ايه؟ أناس ولا فطير؟ نعم. بقول لكم انتوا الاثنين، انا مش عاوز حد فيكم انتوا الاثنين يخرجني عن الاحساس اللي انا فيه دلوقتي، فاهمين؟ يا بنت السلطان حني على الغلبان، المايه في ايديكي وبصيد عطشان، سعيده يا حلوه سعيده يا اللي بلادك عز، واركب الحنطور واتحنطر هوبا، واركب هتجوز حلوه يا سايب. صباح الخير يا باشا. صباح الخير، ايه الاخبار؟ زي ما سعادتك امرت يا باشا، واسد شويه ما نامش طول الليل. ما طلبش حاجه؟ بالعكس يا باشا، بس الواد ده غريب قوي يا باشا، برغم التعب الشديد اللي هو فيه والارهاق والاجهاد الا انه متماسك وواثق من نفسه قوي، بس ما تقلقش يا باشا اكيد هيسلم. طب هاتهولي. يا ميشو مش طمني عليك، عامل ايه؟ زي الفل يا باشا، خدمة خمس نجوم. ناوي تعترف يعني ولا تخليك معانا هنا كام يوم؟ والله انا بقول لو خليتني معاكوا هنا، اصل انا حبيت المكان هنا قوي. طيب ما دام حبيت المكان بقى خليك معانا، خدها شاويش بدوي، بس خلي المرة دي بقى الخدمة سبع نجوم. والله مش عارف اودي جمال حضرتك دي فين. سلام. فؤاد باشا متشكر. سميرة هانم زوجتي يوم الخميس. أنس الوجود يا سميرة هانم، أخويا الكبير. أنا أخوك مدير تصوير كبير، من كتر حبه في التصوير فتح استوديو عندنا هنا خصيصا علشان يصورنا إحنا. ما شاء الله مليونير، ثروته كلها في سويسرا. أهلا. ده بقى ابني فطين. عارفاه عديه، ده عديه قبل ما أزهق. شايف يا عم قلة الذوق؟ مش قلتلك؟ معلش يا فاطمة استحمل. دول بقى رجالتي اللي ما اقدرش استغنى عنهم ابدا، بومبوني سكرتيري الخاص. تعالى. ايوه موافقة عليه. اللي بعده ده بقى ستيشن مدير اعمالي
ودماغي اللي بفكر بيها. أنشنتي. نفس الدماغ. عبارة عن دهية. دهية بتتحرك. شكلها مصلحة جامدة أوي يا معلم. اسكت خالص ما تنطقش ولا كلمة. ما تفكوا فكوا شوية. ناقص دلوقتي ميشو توأم فاطين ابني. بس ده عنده صفقة كبيرة في ألمانيا، هيخلصها ويرجع على طول. أهلاً وسهلاً. اتفضلي يا سميرة هاني، اتفضلي يا رجالة عشان نحتفل بسميرة هاني. سيكا قصدي سيد، قبل ما نحتفل أحب أسمع. ما حدش فينا بيغني. تحب غني لك أنا؟ تحب اسمعي إيه يا حبيبتي؟ أحب أسمع رأي أخوك الكبير وابنك اللي ملوش لازمة ده في جوازنا وفي ارتباطنا ببعض. ما دول دول ما دول مش باين عليهم ولا ايه؟ دول مزقططين هيطيروا من الفرح يا حبيبتي. من فضلك يا سيد اسمعها من بقهم. اتفضل يا عمي. لا اتفضل انت يا فاطين ودي تيجي. لا لا حضرتك عمي لا ما ينصحش اتفضل. ما تخلص منك ليه بزهق بسرعه. ونعمل اختيار نعمل زوجة. احسنت الاختيار يا سيد يا اخويا يا اخويا الصغير. فعلا يا بابا لايقين على بعض خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ده ما تزهقش منها خالص. كده يا سيكا نقدر نتجوز وانا راضيه ومطمنه على جوازتنا. امتى يا حبيبتي؟ يوم الخميس ده انا مستنيه بفارغ الصبر. نفسي اشوفك وانت لابسه فستان الفرح بقى. يلا يا جماعه نقطع التورته. لا عنك انت يا بابا، حضرتك روح مع عروستك الحلوه. انا عنك انت اتفضل. شفت يا ابني واخلاقه. انا هقطعها لك بالرقبه جز.